واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هناك يقول هذا من خارج المملكة من طريق الموقع، ما حكم يقول صلاة الشروق وما حكم توزيع المسبحة على الأشخاص في المساجد؟ ما حكم إيش؟ يقول حكم صلاة الشروق. شروق؟ هنا يعني صلاة الضحى. الشروق ما عنده صلاة، منهي عن الصلاة وقت الشروق، إنما الصلاة إذا ارتفعت الشمس إلى أن تتوسط في كبد السماء، كل هذا وقت لصلاة النافلة، صلاة الضحى. توزيع المسابح لا داعي له، الناس يسبحون بأصابعهم، هذا أفضل. وأخشى أن يكون ذلك شعار الصوفية، لأنهم هم اللي يلازمون المسابح ويعلقونها على رقابهم ومظهر من مظاهرهم. نعم. التسبيح بالسبحة يا فضيلة الشيخ ما حكمها؟ إذا اعتقد أن السبحة فيها فضل فهذا بدعة، أما إذا اتخذها من باب عد التسبيح وإحصاء التسبيح والتكبير والتهليل كما يتخذ الحصى وكما يسبح بأصابعه فهذا أمر مباح. نعم، ولا شك إن تركها أحسن، لأن فيها تشبها بالصوفية الذين يعتبرون اتخاذ السبحة من شعار العبادة.